احتجاجات بوتيرة متصاعدة للشهر الثاني على التوالي بجامعة صنعاء ضد تواجد مسلحي جماعة الحوثي داخل الحرم الجامعي. خرجنا اليوم رفضاً لوجود الميليشيات المسلحة في حرم الجامعة، وأيضاً نطالب بتشكيل لجنة مدنية خاصة بالجامعة لحماية الطالب وليس للمسلحين الذين يأتون بحجة أنهم يحمون الجامعة وللتحرش على الطالبات والطلاب والاعتداءات. إخلاء الجامعة من المظاهر المسلحة وإيجاد حرس مدني وإلغاء رسوم الموازي هي المطالب التي رفعها الطلبة المحتجون خلال تظاهراتهم. لتنفيذ مطالبنا الأربعة وهي كالتالي: 1- إنهاء التواجد المسلح والميليشيوي والحفاظ على مدنية الجامعة. 2- تعاقد الجامعة مع شركة أو حرس مدني. اللجان الطلابية التابعة لمسلحي الحوثي أعلنت أثناء تظاهرة اليوم انسحابها من الجامعة وحملت رئاسة الجامعة مسؤولية حراستها، بينما رأى المتظاهرون أن الخطوة التفاف على مطالبهم. نعلن انسحابنا الكامل من بوابات الجامعة ونحمل رئاسة الجامعة المسؤولية في حماية الجامعة وممتلكاتها. وفي الحقيقة نحن نطالب يعني استبدال الحراسة الموجودة حاليا بحرس منشآت. وتبقى جامعة صنعاء بين وعود المدنية وغياب المسؤولية، والأيام حبلى بالمفاجآت. احتجاجات متصاعدة وغضب طلابي، فإما العلم وإما السلاح، ولا خيار سوى العلم كما يقول المحتجون. أمين دبوان، يمن شباب، من جامعة صنعاء. دعت دول الخليج جماعة الحوثي المسلحة إلى الانسحاب من جميع المناطق التي احتلتها وإعادة جميع مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية لسلطة الدولة وتسليم ما استولت عليه من أسلحة ومعدات. وأكد البيان الختامي لقمة الدوحة دعم دول الخليج جهود الرئيس هادي لتحقيق الأمن والاستقرار وبسط سيطرة الدولة وقيادة عملية الانتقال السلمي للسلطة من خلال الالتزام بالمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل. دعا رئيس الوزراء خالد بحاح إلى مكافحة الفساد وصون حقوق الإنسان ومؤازرة خطة الحكومة الهادفة إلى تعزيز النزاهة. وأكد في الاحتفال الذي أقيم بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان أن المرحلة التي تمر بها اليمن هي مرحلة تحدي حقيقي، وأن مفتاح النجاح فيها هو تعزيز مبادئ حقوق الإنسان. أعلن محافظ الحديدة صخر الوجيه رفضه التنازل عن استقالته ما لم تنسحب جماعة الحوثي المسلحة من المحافظة وإقليم تهامة بشكل عام. وقال الوجيه إن المطالب التي تقدم بها الحوثيون تتنافى مع اتفاقية السلم والشراكة الوطنية ولا يمكن الاستجابة لها، مؤكداً في ذات السياق أنه لن يعمل في مثل هذه الأجواء الإرهابية، موضحاً أن الاستجابة لمطالبهم تعني منحهم حق الفيتو على كل قرار. وجهت وزارة الزراعة والري دعوة للمستثمرين الأجانب والمحليين للاستثمار في زراعة البن ومستلزمات الإنتاج المحلي. وكشف وزير الزراعة خلال فعالية مؤتمر تسويقي للبن عن توجهات الوزارة لاعتماد خطط وبرامج ترفع إنتاجية البن اليمني سنوياً من 25 ألف طن إلى 50 ألف طن خلال الخمس السنوات المقبلة، مشيداً بمنتج البن اليمني والذي قال إنه منتج طبيعي عضوي 100%. انفجرت عبوة ناسفة صباح اليوم بمحافظة ذمر دون أن تسفر عن سقوط ضحايا. وقال مصدر أمني إن العبوة انفجرت بجوار منزل أحد المواطنين وأدت إلى إحداث فتحة في المنزل وأضرار مادية، مؤكداً أنه يجري البحث والتحقيق لمعرفة مرتكبي هذه الجريمة. افتتح اليوم بذمار معرض الكتاب الدولي الأول الذي تنظمه مكتبة البردوني خلال 10 أيام بمشاركة 50 مكتبة ودار نشر مصرية وسورية ولبنانية. وأكد القائمون على المعرض أن إقامته تؤكد على صمود المؤسسات الثقافية أمام التحديات والأزمات والأحداث التي شهدتها اليمن من أعمال عنف وإرهاب وتطرف.
قتل شخص في هجوم لمسلحي الحوثي على شيخ قبلي في مديرية أرحب بمحافظة صنعاء. وقالت مصادر محلية إن الحوثيين أطلقوا النار على الشيخ القبلي محمد مبكوت نوفل أثناء ما كان في طريقه للعاصمة، مما أدى إلى مقتل أحد مرافقيه وإصابة آخرين. توقع المركز الوطني للأرصاد أن تكون درجة الحرارة الصغرى يوم الأربعاء أعلى من معدلاتها الحالية بمقدار درجة واحدة إلى اثنين، وذلك في المرتفعات الجبلية والمناطق الصحراوية. وأكد أن أدنى درجة حرارة صغرى على الإطلاق في اليمن تبلغ 4 درجات تحت الصفر ستكون في جبل النبي شعيب بصنعاء. قال مصدر عسكري إن مسلحين حوثيين حاولوا للمرة الثانية اقتحام بوابة معسكر مجموعة الصواريخ في منطقة فج عطان بالعاصمة صنعاء. وأوضحت مصادر أن الحوثيين أبلغوا حراسة المعسكر أنهم جاءوا لأجل حمايته، ولم يصدر عن وزارة الدفاع أو جماعة الحوثي أي موقف أو تعليق على ذلك. نظمت السلطة المحلية بمحافظة تعز قافلة إعلامية للتعرف على النشاط التنموي والخدمي بالمحافظة. القافلة التي ضمت ممثلين عن وسائل إعلامية مختلفة تفقدت مشروع إعادة تأهيل شوارع المدينة وردم الحفريات والمطبات في المدخل الشرقي والغربي للمدينة بتكلفة 520 مليون ريال، كما تفقدت مشروع إعادة وتأهيل الأحياء الشعبية بمناطق المفتش والحرازية وصالة وتأهيل شبكة المياه والصرف الصحي بتمويل من البنك الدولي بكلفة 10 مليون دولار. افتتح بمحافظة الحديدة مجمع النور لرعاية الجانحات من النساء بتكلفة 8,000 دولار وبتمويل من الصندوق السعودي. وبحسب القائمين عليه يسهم المجمع في رعاية وتأهيل الجانحات وتدريبهن وتأهيلهن ليصبحن نساء فاعلات في المجتمع. دشن بمحافظة الحديدة المرحلة الثانية من مشروع شباب أمل، والذي يهدف وبحسب القائمين عليه إلى إشراك 1,000 شاب وشابة على مستوى الجمهورية ودمجهم في سوق العمل من خلال تأهيلهم وتدريبهم في عدد من المجالات التي تسهم في حصولهم على فرص عمل في الأسواق المحلية. أكد أمين عام التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني في اتصال هاتفي بالرئيس هادي، أكد التزام دول الخليج بدعم أمن واستقرار ووحدة اليمن. الزياني أكد أيضاً دعم دول الخليج لكافة الخطوات التي يتخذها الرئيس هادي والحكومة في سبيل الخروج باليمن إلى بر الأمان. حذرت قبائل أرحب جماعة الحوثي المسلحة من نقض اتفاق التهدئة الذي التزم به العام الماضي عقب محاولة فاشلة للسيطرة على المديرية. وندد ملتقى قبلي تداعى له الآلاف من أبناء أرحب، ندد باستحداث نقاط تفتيش للحوثيين على مداخل المديرية، الأمر الذي عده الملتقى نقضاً لاتفاق التهدئة الذي نص على عدم استحداث أي نقاط من الجانبين. وندد ملتقى أرحب بمقتل شخص وإصابة 4 آخرين في كمين مسلح استهدف أحد وجهاء القبيلة أثناء ما كان في طريقه لحضور الملتقى. فحنا لا با أن تبقى أنت الغط ولا حتى والبعض العربة من حيث نحن أخوه وكلمتنا واحد ورأينا واحد ونحن على الطرف يا إخوان نتعاون على الحق. حذر اقتصاديون ومسؤولون حكوميون من انهيار الدولة في اليمن في ظل ما تمارسه جماعة الحوثي من نهب منظم للمؤسسات المالية والإيرادية. وكشفت مصادر حكومية عن نهب مليارات الريالات من مخصصات قطاع الاستثمار في موازنة الدولة، الأمر الذي قالت إنه تسبب في توقف النشاط الاستثماري والسياحي وتعليق المساعدات الخليجية والدولية. استعاد شباب الثورة في الحديدة ساحة التغيير التي اقتحمها مسلحون حوثيون مساء الاثنين وحطموا خيامها، وجاء استعادة الساحة عقب تظاهرة ثورية حاشدة جابت عددا من شوارع الحديدة ضمن فعاليات التصعيد المناهضة للتواجد الحوثي في المحافظة. دعا أكاديميون ودبلوماسيون إلى الاستفادة من تجربة المصالحة الوطنية الجزائرية التي قالوا إنها أعادت الاستقرار والسلام إلى الشعب الجزائري الشقيق بعد أن عاش سنوات من الصراع والاقتتال الأهلي.
وقال الدكتور عبد العزيز المقالح خلال فعالية في العاصمة صنعاء، قال إن تجربة المصالحة الوطنية الشاملة في الجزائر واحدة من النماذج التي تستحق الوقوف أمامها باهتمام واستبصار، لا سيما في بلد كاليمن التي تعيش حالة من الانقسام ومرحلة لا استقرار. وافق المجلس التنفيذي لمجموعة البنك الدولي على تقديم منحة طارئة بقيمة 90 مليون دولار لحماية الفئات الأكثر عرضة للمعاناة في اليمن. المنحة الطارئة تهدف وفقاً للبنك الدولي إلى تمكين الحكومة اليمنية من مواصلة الإنفاق الاجتماعي التي تستهدف أكثر من مليون أسرة فقيرة ومهمشة. بدأت في محافظة الضالع جلسة نقاشية ضمن فعاليات التوعية بمفهوم الفيدرالية. الجلسة النقاشية هدفت إلى تعزيز مفاهيم الفيدرالية في أوساط الشباب المستقلين، واستعرضت نماذج ناجحة سياسياً واقتصادياً لعدد من الدول الفيدرالية. دشن في مدينة تعز منتداً لتعزيز التعايش والسلم الاجتماعي، يهدف وبحسب القائمين عليه إلى نشر قيم الإخاء والمحبة والعدالة. المنتدى الذي أطلق عليه اسم مسار يسعى أيضاً إلى تجسير العلاقة والتواصل مع المؤسسات التعليمية والأكاديمية. تتواصل لليوم الثالث على التوالي الفعاليات الاحتجاجية المطالبة بإقالة مدير صندوق النظافة والتحسين بمحافظة صنعاء والمدير المالي. المحتجون هددوا بتشكيل مجلس ثوري لإدارة الصندوق ما لم يتم إقالة الإدارة الحالية التي قالوا إنها متورطة بقضايا فساد مالي وإداري.